هذا سائل يقول: نسمع بعض طلبة العلم عند استدلاله بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث أو عبارة أخرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هل تجوز هذه التعبيرات؟ نعم، لا بد منها. إذا لم تحفظ نص الحديث فلا بد أن تقول معنى الحديث كذا وكذا، أو ما هذا معناه. لا مانع، الرواية بالمعنى للحاجة تجوز. نعم.